مدى صحة الحديث القائل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ وإن كان صحيحا فما معناه؟ وفي أي شيء تكون القوة؟ أولا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، نعم، ومعناه أن المؤمن القوي في إيمانه والقوي في بدنه وعمله خير من المؤمن الضعيف في إيمانه أو الضعيف في عمله وبدنه، لأن المؤمن القوي ينتج ويعمل للمسلمين وينتفع المسلمون بقوته البدنية وبقوته الإيمانية وبقوته العملية، ينتفعون من ذلك نفعا عظيما بالجهاد في سبيل الله وفي تحقيق مصالح المسلمين وفي الدفاع عن الإسلام والمسلمين وإذلال الأعداء والوقوف في وجوههم، وهذا ما لا يملكه المؤمن الضعيف. فمن هذا الوجه كان المؤمن القوي خيرا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان كله خير، المؤمن الضعيف فيه خير، ولكن المؤمن القوي أكثر خيرا منه لنفسه ولدينه ولإخوانه المسلمين. فهذا فيه الحث على القوة، ودين الإسلام هو دين القوة ودين العزة ودين الرفعة، دائما وأبدا يطلب من المسلمين القوة. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالقوة مطلوبة في الإسلام، القوة في الإيمان والعقيدة، والقوة في العمل، والقوة في الأبدان، لأن هذا ينتج خيرا للمسلمين. نعم.